السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مجددا في زنق الألعاب، النسخة الخاصة تجربة ألعاب الجزء الـ 12. فبنبدأ بلعبة الوقواق، مو الوقواق نوع فصيلة طيور أو نوع من الطيور أو something، من أشلت 1998 لحد الآن نستخدم أرقام وأعيد بدالتهم في الأساميهم. ميرلي 123321 نور علاوي and هيبو جيمز and آية طابرة. فخمسة ناس شغلوا على الجيم، very nice اني جمعوا عدة ناس تصميم الجيم. يعني وين تحصل هذي؟ وين تحصل فرصة افضل من دخول جيم جام وتكوين فريق وتجربة عمل فريق؟ This is really really nice ان نشوف ناس يتفاعلون ويعملون مشروع بتعاون. فخلينا نشوف الصفحة. الصفحة منظمة وإن كان الألوان almost standard، وإنما بس look really nice. يعني أنا يعجبني اللي يحاول يغير الألوان على حسب الثيم، ولكن this is look nice. That's what's matter most. يعني سعد جزيرة الوقواق جزيرة وعد توازن الحياة إليها. الأب كمغامر ينقذ جزيرة الوقواق أهرب من الفخاخ الخطيرة للاستيلاء على آخر شتلة متبقية وزرعها بعد موت شجرة الوقواق. Play الوصف الإنجليزي نفسه. So let's try the game. Made with Unity. Okay, this is a little bit creepy. ننزل صوت الموسيقى شوي وننزل صوت من السماعة. فنقدر نشوف المؤلفون لكريت. ما شاء الله. فزي ما قلنا والله في اسماء زياده بعدنا، عندك براق العلائي وشرف ابي سعيد ميراي عبد الله هذا دبل اي ايه طباره مياري عبد الله ونور علويه دي. Let's take a look what they did in three days. A cutscene. للاسف صعب انه بصوت عالي. You are our only hope. لأن الكلام ما يطيب بسرعة. Please replant the branch, save us all. قفز تفاعل تحرك. مرة دارك. الجيم مرة دارك. اوكي ضايفين شيد لان كان التحكم موجود. ليش ما اختفى بعد ما تحرك؟ بس نو بروبلم. زاوية الكاميرا مرة سيئة. You don't expect to play while looking like this. هل في طريقة حركة بالماوس باليمين؟ لا، لان الواحد يبي يشوف الافق. بس let's see maybe it fit the gameplay. ليه ما نستعجل في الحكم؟ Okay. من وين جيت؟ Okay. Is it a puzzle game? I'm not sure yet. Oh boy. I have no idea what I'm doing, to be honest. زي ما قلت زاوية الكاميرا ما يعني لو أقدر أحرك على الأقل. It will be nice to see what the hell I'm doing. يعني زين
لحظة. اوكي. هل في اعدادات؟ ما في قائمة منيو. اوه وش فايد البيبان؟ What's going on؟ ما احتجت البيبان اصلا نفتح عشان اعبر. A little bit confused to be honest. هل اللعبة مي مكتملة مثلا؟ في صندوق ثاني هنا بعد اقدر انزله for some reason او طفى بعيد. في زرين. اوكي اوكي شخصية قاعدة تندفع لحالها. اوكي ثالث انجو من هذا الكهف. ديانا جونز مو ارجع يا وساني في طريق ثاني عن الفتح. Jump leap of faith. No. No idea. اوكي كان المفروض تقفز. رجع الاعداء ظهره. نو بروبلم نو بروبلم. كالم داون. ممتاز، يبقى لحل الغاز مع الفلوشن مر. بيرفكت. في مربع وعائم ما ليش قصته. ليش الوحوش ناقصهم رجل؟
اوكي انا فكرت السويتش بس طلعت شيء تضغط عليه، بس خلينا نحاول نحل الأزمة بدون ما نجيب المربع. يعني اوكي يعني البيبان هنا فايدتهم، يعني انا ما اعتقد. الحين الحجم ما اقدر اركبه. بيرفكت. يايكس تيس، قد جاءك التيس ونطحت وقد نطح النطاح شمالا. ممكن جيت تضغط الزر عني؟ نو نو عفا اللي يقدر يضغط الزر بس too late. زاوية الكاميرا دي is not helping. Nice. Okay. And there you go. الوقواق. تجاوزنا الوقواق. نجينا من الوقواق. ووقوقنا بتوقوق بنجاح. والشجرة طلع فيها جفف في علاقة. I don't know what does that mean, but this is creepy. So واضح ان effort كثير نوضع في الجيم ده، بس في نفس الوقت ما نعمل effort كثير لعمل polishing. يعني تعلمنا كيف نعمل سويتشات، تعلمنا كيف نخلي يرفع المجسمات، تعلمنا كيف نعمل animation، تعلمنا كيف نخلي التحكم، ولكن الكاميرا مزعج جدا ان ما يمدي اللاعب يتحركها. ما ادري دبل الجويستيك ممكن تقدر تحركها ولا لا، ما جربت. ولكن الادوار تحس انه ما مكتمله، تحس كانه مبتدا ركبها كم البلاطه. It need a lot of fork and polishing عشان تحس انه مكان يعني مصمم بعنايه للاعب كلعبه. ف It need a lot of polishing unfortunately. يعني اللعبة ما بدي اقول انها ممتازة وانها معلقة شغالة، بس ما اقدر اقول شغالة لان البازلز بعضهم تحس ان anything و that's it. يعني انا ما بدي اقول bad job، انا قاعد احاول اقول الكلام بلف ودوران. البازلز need a lot of testing عشان تفيل ان اللاعب حل البازل. انا حسيت ان هواش و وكل شيء انحل. Like المرحلة الثانية البيبان ما ادري شو القصة، ركبت فوق الحجارة وحليت اللغز. Doesn't feel اني حليت لغز، it feel like اني مشيت وبس. البداية حسيت الديزاين مرة مبهم. انا اتذكرت ان هذا الطريق ما مشيته وحاولت دخلت وكان فيه نوع من الميستري اوكي، بس ما كان في اي دلالة ان هذا الطريق، خصوصا ان الكاميرا لفتها شوي هوشة. ف it need a lot of polishing to be a good game, but at least you made a result. Well done. الشيء المدهش ان عدد من الناس عملوا واشتغلوا مع بعض وعملوا مشروع زي كذا. This is دائما يدهشني في لان الامور دي تمت في فتره قصيره. ف hopefully المشاريع الجايه تكون افضل افضل. So don't stop doing the good job. Next game. Next game جزيرة يوريا. من محمد ادوار وياسير بدران وقاسم بدران. ما ادري سوري الاسم كاني سمعته من قبل. لعبة جزيرة يوريا ينطلق اللاعب في رحلة مثيرة وغامضة لاكتشاف جزيرة غامضة تسمى يوريا. بمجرد وصوله الى الجزيرة يجد البطل نفسه مرمي على شاطئها وهو مزارع. يبدأ في استكشاف هذه البيئة المجهولة. يكتشف البطل ان الجزيرة مليئة بنباتات تلوث البيئة. في نباتات تلوث البيئة وتهدد تدمير الجزيرة بأكملها.
يبدأ البطل في مهمة البحث عن أدوات وطرق تخلص من هاي النباتات الضارة وإنقاذ الجزيرة. يجب عليه استكشاف مناطق مختلفة في الجزيرة والتعامل مع التحديات والمخاطر يلا يلا يلا. ممكن تعاون مع شخصيات أخرى في الجزيرة وجمع الموارد واستخدام قدرات فريدة. مع مرور الوقت وتقدم اللاعب في اللعبة يتعرف على أسرار الجزيرة وماضيها المظلم ويكتشف كيف يمكن التغلب على التهديدات وإعادة الحياة إلى يوريا. هل سينجح البطل في تحقيق مهمته وإنقاذ الجزيرة؟ تحتوي جزيرة يوريا تجربة ملحمية ومثيرة للاعبين الذين يسعون لإنقاذ البيئة وعالم التنمية. استمتع في رحلة التقدم 15 دقيقة. أوكي. فهنا الـ About من العمل الجيم. برمجة بناء محمد أنور. رسم وواجهات شادو إكس أو قاسم بدران. ورسم أصوات داركنس أرتست ياسر بدران. سبحان الله شادو داركنس ولايت. لا احنا فيها معلومات تخص زنقة الألعاب and المحاقة دوت. فا let's test the game. اللعبة ما فيها تنزيل فما فيها لص في الصفحة. فا let's test it here. I'm just playing with you. Yeah, actually. ابدا اللعب فريق التطوير. نقدر نشوف فريق التطوير هنا. جميل انه بعد انه عاطيني اللينكات اعتقد لما تصنعهم يوديك للصفحة. فيري نايس فيري نايس. اوبس. واعتقد انه اختبرت للعبة من قبل لقاسم بدران ما ادري. ف لست جيم. في عالم مفعم بالسكينة السلام والنباتات مثمرة تسود الحياة الهادئة. يأتي الفساد ليجد طريقه إلى قلوب الناس مسيطرا عليهم يدفعهم نحو غرس أشواك مدم أشواك الدمار. Why did you do that? وما لبثت قوانين الطبيعة أن بدأت تتحول الأسوأ بفعل فساد القلوب. Alright. الزراعة الضارة تميل دوما نحو تأجيج الأزمات. عادة الطبيعة طيبة بس البشر نفسهم في عالم هي الفاسدة. ما يقدر يزرعون في بدون الفساد بس تقدر تقول يقدر يزرعون التعليم الحقد على أطراف ثانية لا سميها بالعربي عنصرية ان تكره ناس معينين هذا ممكن تزرعها. بس anyway جزيرة أصبحت معقلا للفساد والدمار زي لما تروح لدولة معينة وتشوف كلهم يعني anyway. يكتشف البطل ان الجزيرة بؤرة الفساد الذي اجتاح أرضه. فممكن هم بعد توجههم الفني بهالموضوع ده. سبيس. ليس لك قفازات ابحث عنها. Guess I cannot go there. ليش النبات مختلف شكله؟ يحتاج إلى متجر لزرع النبتة. القفازات على الشاطئ. I don't know. Let's go back. Hello. I have no idea what's going on, but let's go. After all, هدفك تعمل تطهير للجزيرة and explore and find out what you can do. So that's good enough for a game, for a video game. أقدر أحقرهم. راح اشوف ايش سالفة الدوك اللي في الجنوب او اقدر اصعبط واشوف وش المكان ده سالت. فعندك حرية كلاعب انك تلعب في الجيم بشكل دبي. ف
وهذا بدون ما يقول لك هي روح هناك بالضبط، وانه ما اعطاه الحريه. هو شاف المرفأ وراون بزاح الكاميرا راونا المرفأ، بس ما قال لي هي لا تروح اي مكان، اعطاني حريه كامله اني اروح يمين او يسار او do whatever. فهذه يعني what's called a video game. يعني يجي من خبرة التصميم للمراحل، كأننا فتحت شورت كت. الله أعلم. فبدل ما أضيع كل وقتي تشويع القوش، خلينا نروح للمرفأ وأروح يمين أشوف شو القصة. يا خلينا نروح المرفأ. خليني اخذ قشره زياده عشان تصير 40. اجين يراويك في اي نبته ينعمل لها اوت لاين، فواضح وين النبته اللي قاعد تفاعل معاها. اوريدي هذه النصائح انا اعطيتها لالعاب اخرى، يعني and these guys already done it. ما كان مرفع هنا. Did I miscalculate? Oops. Let's explore. Yeah, oh, hello. Okay. طيب مسدود هنا. تحتاج لفاس إلى المتجر وبحط في الجزيرة. Yeah, there is exploration again. I like that. The only thing is missing is music. There's no music in the game. Is there? No, there is a music, بس أنا منزع السماعة بزيادة. Ambient sound. ما أبي السماعات تضرب على الميكروفون. هيهي خلل في التايل حاطينه تبع الشجرة. اوكي هالمتجر اعتقد. ففي عندنا مقص حذاء ومجرفة خريطة جاي. انا بقول لو في ميني ماب ما بضيع. بفاسف مية جي دود. فدولة convenient فما بيشتريهم، فخليني اخذ الشفل فين بالي سبعة. لما اتكلم عن الالعاب اقول اهداف واضحة اللاعب يبي يسويها. انا مثال جيد، ابي افتح الاماكن المسدودة بالاعشاب الحمراء واروح اجمع 50 قرش. هاي تعال اتكلم. سو في يعني عندي هدف الحين ابي اسويه. اعطاني 3 ريال ليتيري الا فيمديني اجمع فلوس اسرع من نباتات الحمراء. hopefully في نباتات كافية تغطي قيمة أول 3 updates، لأن الأبجريدز أقصد، لأن لو اللاعب أخذ أول 2 upgrades هل يمدي يشتري المجرفة ولا بينحبس؟ so دولة أحتاج فأس، الفأس 300 يعني. wait a minute. are you kidding me? اوه تسليب سليب isn't it. ليش ب 300 تقدر تاخذ مجان؟ I don't know. ما عليك اعطاني المفروض اشيك. لو طلع لي رقم فوق النبتة that will be nice. او رقم تحت القوش 10 ريال. ففي طريقين مسدودين بدوله
What does she touch? Can I already remove it? Alright. What the hell is this? One up? Why did I cut my face? Man. Is this a collectible item? Interesting. فما ابي ارجع للدكان، في كان اكثر من طريق مسدود بالنبتات هذي. So let's go and take a look what's behind them. Actually الهدف كان واضح اني اروح للجسر. Did I go there ولا انت اروح اتجه لل النبتات اللي كان صادين الطريق؟ Actually هذا الجسر. ما كلفني فلوس، عارف شو كلفني؟ انتهى الوقت but I will keep playing a little bit because I'm enjoying it actually because I want to see what the heck should I do. Where's next? Is this a secret passage again? I'm not sure. Oh boy, كان المفروض الشيخ عيطه. Can I go and اشتري خريطة؟ عندي 140. هذا واحد من الطرق المسدودة. Yeah, هذا يعطيك دافع انك تشتري تسريع. اعتقد الدكان كان قريب من هنا ولا؟ لأني أعتقد في جزء ثاني. أوكي ففي نبتة تعمل زراعة النبتة الثانية بلا اشتري بقيمتها 500. أوه بوي ترى خريطة أكمل ما توقعت. وهذا هو الهدف. So it seems هذا هو الهدف. خلينا نروح نشيك عليه. اوكي وصلنا للجسر. And am I lost? ولا هي نقطة البداية النقطة الحمراء. احتمال نقطة البداية. اوبس. Anyway it's really interesting. يعني الجيم ممتع بدي اكملها بس يعني خلينا ننتقل للعبة الثانية. مشكلتها الوحيدة اللي اشوفها الستاكابيلتي. هل يمديكم توسعوا اللعبة؟ هل يمديكم تخلوها لعبة كاملة؟ هل يمديكم تضيفون امور كذا؟ So far it's fun. اتوقع يمديكم تضيفون اشيفمنت زياده، تضيفون كويست، تضيفون ام بي سيز. ات كود بي. وشيء مثير للاهتمام ان الموضوع الزنقه اسمها غرزه بس مو معناها اغرز. فغرزه الحقد والكراهيه او غرزه الفساد هي موضوع اللعبه. وهذا الاخ ابو لحيه الاسكتلندش مغامرته انه يبي يشوف اساس الفساد وش ذا. So very interesting. Well done. I really enjoyed it actually. Next game اسمها Backyard. من محمد مصطفى. Life was calm before some radioactive and sensitive trees monsters tried to attack your backyard. Which you inherited from your ancestors. So you begin to defend your family legacy. Was 1, 2, 3, F, dash, da, da, da. Let's try the game.
وبدينا الجيم. هاي بالي اخفض على الصوت في اللي هنا، بالي اخفضه من هنا كمان. Let's give it a try. Press E to talk to you next. Welcome hero. Thank you for coming. A hero? قاعد يدافع عن بلد ليش؟ Anyway. عن أرضه. Ma harmful creatures here took over our backyard. And they cut down the trees because they are the source of life in the place. Please. حط شوي صعب قراءتنا the resolution. Save the trees and replant them. But beware, enemies will try to wreak a cut. Go hero. يسموه عمليات النفس. المسدس هزته قوية. اوكي. ما هادي فيه ريلود ولا لا؟ ما لينا عندي سجل الوحوش ماتوا، المفروض اقرا التعليمات اكثر. اوبشن لا البعض عنده حساسيه للشاشه لما تكون تغمض بكثره او تهتز بكثره، فالافضل ينحط خيار مع نجاح الشجره دي سوف ان تمنع الاهتزاز للشاشه مع القلب. ما لحد الان ما شفت اي سلاح جديد. اعتقد ينبالك تكون لازق عند الشجر عشان تكون، لان ما عادي كيف قامت الاولى والثانية. بس اشوف كل مرة اقرب يزيد الاضاءة. هلو look at this. زين لحد الان ما اشوف الاعداء هجموا على الشجرة الاولى والثانية والثالثة. So I'm not sure when will they attack. اوه ترى كان في سلاح ثالث. ثالث رشاش لو اخذته كان بداية ينقذني. ما في طريقة اسوف نفسي بها. صافة المكان ده طب شجرة واحدة. دولة طلع اعداء جديدين اعتقد قاعد يحاولون يقتلوا الشجرة. Alright, I guess that's it. ترى صوت اللعبة شوي عالي بس أنا منزل السماعة بزيادة فما كنت أسمعه. Well, it was short and fun but in the same time it wasn't challenging enough. ما حسيت إن في لأن يمكن أنقذت الشجرة الأولى والثانية قبل ما أنقذ الخامسة السادسة. يعني في هناك أماكن يطلع منها وحوش بس في مو كل مكان. سو تحتاج وزنية أكثر، يعني تحتاج تعديلات أخرى. And it's quite short بس لو تبي تكملها كلعبة عدة مراحل and
more mechanics, more unlockable might fix it. يعني I didn't feel there's a challenge يعني. وثانيا ما في تحذير بنت الوحوش بيطلعون عشان بيضربون الشجرة الخامسة. يعني الطريقة الوحيدة عشان اعرف اذا الشجرة ضررت ولا لا انه لما تتضرر too late. فممكن لو تعطي اعلان مسبق للاعب ان في وحوش بيطلعون من الكهف رقم 5 قبل ما يطلعون بوقت محدد عشان اقدر اجهز نفسي واروح انقذ الشجرة قبل ما تبدا. That will be much nicer. انت تحاول تعطي اللعبة فرصة اكثر ما يمكن انه يقدر بقدراتك وبالسكيلز حقه اني يفوز بيرفكت. بس بإهنا طريق راح يفوز بيرفكت اني احاول احتل المكان اسرع ما يمكن خمسة ستب قبل ما يطلعون وحوش جديدين ويموتون وخليهم اخر مكان لانه هم المكانين اللي فيهم سبونسرز الكهوف. غير كده it's fine كل الالعاب could do better من كل النواحي. بس الرسم الكاركتر الكنترول they were good enough. تبي تعمل كلعبة حاول تخلي اللاعب يقدر يفوز اللعبة بيرفكت بقدراته في نفس الوقت تكون منافسة إله. يعني لو تحط كل الخريطة في كل منطقة فيها سبونسرز اللي هو الكهف نفسه بس قبل ما الوحوش يطلعون من الكهف تحط عداد مثلا دقيقة أو دقيقتين أو 50 ثانية أو whatever قبل ما يعمل سبان للوحوش بيكون تحدي واجد اكثر ويعطي اللعبة فرصة ان يستخدم تاكتيك معين. او خليني افضل المكان خليني اوقف المكان ادافع عنه لما يطلع الوحوش. خليني ما احتل مكان جديد واطل ارزع الشجرة قبل ما اهجم على السبان اللي بيجي من طريقة رقم 2. يعني تخليني يقدر يتفاعل مع اللعبة اكثر. وبالتوفيق. Well done. Next game. Next game اسمه عالم البدور or World of Seed من إبراهيم سليمان. بطل لعبتنا أمجد وماجد. ماجد مجلد ماجد غرزت في قيم كثيرة حميدة ونامية المحافظة على البيئة وأضرار التلوث على مناخ الكوكب. مهمتهما هي الحفاظ على المزرعة نظيفة ومزرعة الحفاظ على اعتدال درجة الحرارة. لذلك لعبتنا تتطلب تعاون لاعبان معا تحاول غرس قيم التعاون لكي يكسب كلاهما او يخسر كلاهما وهذا ما يأثر على الكوكب بأسره. وما اذا فعل اثنين يأثر على الكوكب بأسره مصيبة لي. اللاعب الاول واز واللاعب الثاني اروكيز. Let's try the game. اه يا قبل ما نختم اللعبة انتبهت ترى في اكثر من واحد يشتغل عليها. أسامة إسماعيل ديفلوبر إبراهيم سليماني ديفلوبر آية خالد. ما آية اشتغلت في لعبة ثانية ولا هذه آية ثانية؟ تك أرتست مصطفى عبد الله جيم أرتست محمد خلاف جيم أرتست. فجميل إن أجين فريق كامل ما شاء الله الرسومات شكلها متعب عليه بعد. So let's take a look. الميوزك الميوزك. فدولة ماجد وأمجد المزارع والمنظف سبيس بار على اللعب الكليك داون كليك مش أب كليك على المنظف من المهملات المقامة السماء بس المهملات موجودة المعادن الورق. أوه جي كريني مستحيل اختبر لحالي لان تحتاج لاعبين. صعب اختبرها بالشكل ده. لا يكون الاول هو الاحمر. جبنا العيد. ليش من القيادة تخترق الارض؟ This is kind of a little bit unfair يعني. إذا كان فيها ضرر سلبي لما يطيحون على الأرض على الأقل لهم ظل. وين السلة الحمراء؟ ليش برا الشاشة؟ اللاعب الأحمر ما أدري كيف ألعب به.
I hate myself already. وش كان اللاعب الأول يسوي؟ ليش قاعد يزحلق؟ لا ال الجوستيك مفصولة. I'm sorry, I'm completely confused. أنا عارف إن اللعبة مصممة لفنين ولكن let's try it again. Can I try again, please? Did you program to restart the game or not? Be right back. اللاعب الأول حصل على البنوك من المتجر واستخدامه في زراعة تقدم وحرص نقاط. اللاعب لاحق بالقمامة قبل أن تلامس الأرض وضعف في سلة التقدم والتي يخسر نقاط. ف كل مرة أطيح زيادة بس أريد قاعد أخسر نقاط. التحكم أنا فاهمله لأن اللاعب الأول قاعد يزحلق بكثرة. اللاعب الأول ما زال ماسك اللاعب الثاني ما زال ماسك السيجارة ما راضي يحط. لحظة، السلة المهملات دي الحمراء هنا بس. أوه شوف التعليمات الحمراء بعيدة بعد الدنيا يعني. يعني هادي لهذا. أوكي. اي ميؤوس من الوضع، صعب اني العب لحالي خصوصا تركيز دبابة او سمكة. Yeah, it's kinda hard to see إذا الجيم ممتع أو لا لأن أنا إنسان واحد. بس يعني شوفوا يعني بعض الأحيان اللاعب الأول ينهد ويصير الأنيميشن حقه راح بعيد وهو عالق في الجدار. So this could be fixed. مو واضح نظام النقاط أي قد ممكن أخسر لو طيح النقاط دي. بس البرزنتيشن الرسومات والميوزك والاصوات not bad. المنيو تعلق عندك هنا. I cannot do anything. This is not good. But well done well done. عاجبني الستايل الرسومات يعني واضح انه نوضع جهد لا بأس. عدد ساعات لا بأس في عمل الرسومات دي. Unfortunately صعب احكم على اللعبة وهي لعبة لاعبين يعني خصوصا تركيزي مع مرور الساعات والحين اختبرت فوق 50 لعبة تركيزي like I cannot focus too much حتى ما اعرف ايش قاعد اقول. ف other than that yeah القمامة شوي confusing في البداية لان الموضوع الاماكن بس هذي could be fixed يعني الواحد لما يلعب لعبة كفاية I noticed that oh yeah ترى المربع اللي تحت أبعد الدنيا كل القمامة الزرقاء no problem could be placed in a more clearer way في اللعبة. maybe more obstacles لو تظهر قدام. maybe a better menu عشان أقدر أعيد اللعبة أو أرجع للمين menu أو لو في مود ثانيين في المستقبل تبي تضيفون على الأقل الزر يرجع المنيو will be really nice. other than that well done. hopefully you make great games in the future. well done. next game. next game Desert City من عبد الله جمل. في المريخ تحديدا حول حفر الديدان نشأت مدينة الصحراء.
صديقنا رائد الفضاء تمكن من حفر أول بئر مربوط بالأرض، أجل بالفعل، ومن خلاله نشأت أول زراعة باذنجان، ومنها بدأت مدينة الصحراء. باذنجان؟ ما اخترت له باذنجان يا الظالم. وازد الماوس تفاعل ان لسي اذا في ناس زيادة اللي كانت نوب. عبد الله جمل دست جمل ولا سلحفة؟ كأنه جمل بعيد بس يمكن دي سلحفة. عبد الله سلحفة وجمل عشان ازعل. بس دست جيم اعتقد جيم ميكر ولا عامل انستركشن بي دي اف بعد. انترستنج. ما اعتقد فيها فل سكرين. لا فيها فل سكرين بس الت انتر ما تشتغل. يمين استخدام ماء، يسار تحريك العناصر. انا في مدينة الصحراء، ليش في عندي بعبع؟ او بوي السجل ماي لوك رونج ان ماني ويز. ليش الباذنجان يتحرك؟ ليش الباذنجان يتحرك؟ ليش الباذنجان يتحرك؟ نفذت المياه. I don't like شكل هذا. What the hell is this? What am I playing? شكله بدي اصير ديلوجنال من كثر ما قاعد اختبر في الجيمز. اعتقد ان نزلت المياه بس ابي اقل لوحه وش مكتوب فيه. Can you eat me now? Am I done? الانيميشن تبع الحركة is perfect. مين قال لازم تكون رسام عشان تصنع جيمز؟ I don't know what I'm doing. Okay. ها؟ يوم ضغط عليه بالزر العادي فلت لي بتر جديدة. اوكي 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 Okay. Is that a small house? I'm confused as hell. Okay. What just happened? Save what? Save AAA screenshot, whatever. Am I alive? Am I dead? Am I? Is this heaven? Did I lost it? Please help me. Send help. I'm
What am I doing? What am I doing? Please tell me what am I doing? اوكي، فاللي على اليسار يعطي نبتات، واللي على اليمين يعطي يوتيليتي I guess. بس في الكاميرات في بيت ازرق. This is a weird game. كرة قدم. ما في طريقة اتخلص من اليوتيليتي اللي ما ابيهم. I kind of got the idea of the game. بس ما اقدر مثلا اقطه في حفرة او في وحش. والسيف شوي مزعجة لانها تعمل انتربشن للجيم بلاي. فيمديني اعمل مزرعة وازينها بالشكل واحرك الاوبجكت بالشكل اللي يعجبني، ارتب بيوت وابني مدينة. I got it, I got it. It's a creative game that you grow a place. Which is very interesting concept. But it will be nice لو كان في يعني طريقة تختار وش الشيء اللي يطلع أو طريقة تحذف الأشياء. ممكن موجودة كيوتيليتي الكاميرا. الكاميرا find a way to إن تعملها تتفعل بطريقة بدون ما تضغط عليها. يعني ممكن تعطيك option إنك تصور or something. This is very invasive. انا ما ابي اضغط عليها الحين. كل ما تفتح الصفحة very interesting game. You can really expand over it ان تعمل اشياء واجد فيها. والموضوع مناسب للزنقة يعني. Very creative. Very very freaking creative. يعني well done. I really like the creativity in the game. Wish if there is more utility. يعني تتحكم بشكل الحفرة اللي فيها دود، تتحكم بشكل الأرضية، تخليها more طريقة ما تفتح customization للجيم وشوي شوي تعمل unfolding للجيم. This is very 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 unique and interesting way to make a creative city builder game. Well done. Next game. Wait a second, wait a second, wait a second. أنا فتحت الصفحة الديسكربشن اللي في الجيم وأعطيني في طريقة أعمل سكريبت لرسم تريل زي الشوارع يعني. You must use the draw trail script on the draw events to the object you wish to draw the trail from. The script takes 6 arguments. Slim, Alpha, Sprite. You can customize the stuff? What the heck is going on here? Give me a second. الله أعلم. الملف script, there's nothing in here. ما في examples. ما أدري يمكن لو أكتب هنا script للتريل maybe it works. Let's give it a try before ما نطلع اللعبة الجاية. ما لأن حاولت أعمل تريل بس ما فهمت كيف بالضبط. أصدقاء نبات مجهول.
Okay, but yeah, the game is really nice again, and hope ان تضيف كاستمايزيشن زيادة للجيم. انا اذا عملت تحسينات جديدة give me a call, I'll test it again. Next game اسمها Bees Bros من احمد عباد, بلاك ميج موغل وروان الفار. تعرف تعمل ميتو؟ اذا ما تعرف تعمل ميتو ما تستحق لقب بلاك ميج. Embark on unique and immersive journey by the game Bee Bros. In this delightful adventure you will meet three adorable bee balls. Have to extraordinary ability to plant themselves in the soil and grow platform. This platform will help them navigate through challenging maze garden and ultimately reach their destination, the Bee Bot Bot. Bee Seeds. But anyway. فخلينا نختبر الجيم. Some music, some credit, always good to have. Oh, Sarah Salem is the artist. Alright. So Mazal Shark في الجيم جامز. Interesting. اللي إذا كان Sarah Salem واحدة ثانية ما أعرفها. غريبة ما هو قطاوة الكاركترز. Hello. Did I في أي مكان يعاون التحكم؟ What's going on? Hello? Hello? انتو ابتسامتك العريضة. Okay. اوكي شوف في مربع هنا دائرة ثانية فيمديني افلت الحمقى والمغفلين. اوف افلتوا في الماي. اصيح سبيس من جديد وشال الجسر. عبقري. بيرفكت. I'm a perfect gamer. Very good. Okay. ولا بعد الموسيقى غير بعد. ليش نقطة الجزر تختفي؟ عشان فخ للاعبين يعني. ايوه الحين ما اقدر احمل به. اوه بوي افخاخ في كل مكان. هل اقدر اغير اللاعب للبازلة المفلوتة؟ تقريبا. خلينا نحمل الجيل الثاني. No, there is no way. I must depend on this bridge somehow. Okay.
انت قلت من قبل 30 سنة انك تحب العاب الالغاز وتحب انك تنافس دماغ اللاعب، وهذه لعبة الغاز تنافس دماغ اللاعب، بس لان هذه اخر لعبة في اليوم بختبرها دماغي ميت. And almost killed myself. ف اقرب لك واحد ثاني. بس الحين ده وش اللي ينقد فيه؟ This guy is dead. There's no way. الله سدى للمرحلة ما تتطلب ثلاثتهم. الجسد وين يودي؟ What the hell? يبقى لي 7 كوب قهوة قبل ما اقدر احاول افوز في الجيم ده. I have no clue. انا كده افلت واحد هنا تقريبا. اوكي. بس احتاج ثاني، حتى لو جبت الثاني. زين 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 زين. اقدر افوت واحد هناك بس واي. Is it a trap؟ هل اقدر اوصل واحد هنا؟ خلينا نشوف. يمكن استعجلت اني شلت الجسر. Thanks God. يا ذاك المكان الجزيل على اليسار. It's a trap. It's a trap. Good. يعني ما تخرف اللعبة لو أوصل الثلاثة وهم راكبين بعض، يعني أوصل لهم. وش يصير لو أحط الجسر هنا؟ لا فلته. يعني هذاك طيق دمه ما مات لأن فوق الجسر الحين مات. سكرون. زين. And it's a nice puzzle game. I love puzzle games. And if you don't me, if you don't me, ما اعرف اتكلم لان مفعول القهوة expired مليون. اللهم مو واضح وين حدود الماي. مو واضح وين الحدود اللي تقدر تفلت. So it's a little bit اكشلي ما يطيح في الماي لما تكون ماسكوع. لا ف بس ستيل نايس انف. الميوزك از نايس، الجرافيكس از نايس، اند ذا بازلز ار تشالنجينج. هوبفلي كل البازل يمديك تخلصهم، بيكوز اذا في بازل ما يمديك تخلصه ات ويل بي بينفول. ما ادري كم مرحله موجوده بس سو فار اي لايك ذا جيم. لو انا كنت صاحي شوي اكثر كان لعبت اللعبه وكملت البازلز. It's nice. المراحل ممكن ينعمل لها iron out and it can be presentable in steam. يقدر يرفع على steam يعني. الماء يشوف مربعات تقدر تشوف حدود البلوكس. الاشجار تحس ان طالعين مكان. يعني ال iron out هاي لها مجهود كبير بس if they done it I believe they can build it on steam and maybe they get support. على كل حال به هنا نختم الحلقة هذه. اتمنى اعطيت بعض التلميحات. للأسف اللعبة الأخيرة I cannot advise them anything because they're doing a really good job. يعني
And that's it for today. شكرا للمتابعة ونراكم مرة أخرى.